إذن معنا عبر الهاتف حول هذا الموضوع أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة دكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، مرحبا بك بداية بعد زيارة اليومين وتقديم إحاطة من صنعاء. كيف نفهم جولة المفاوضات الحالية بشأن اليمن؟ طبعا مساءكم بالخير. حتى الآن لا تزال الجهود الأممية والأمريكية والاتحاد الأوروبي تدفع باتجاه تخلص من الحرب العابرة للحدود، وهي أو خفض التصعيد الحاصل ما بين السعودية والحوثيين، ما بين السعودية وإيران، ما بين الإمارات والحوثيين، وما زالت المساعي كلها تخدم فقط أمن وسلامة دول الخليج والسعودية تحديدا والإمارات، حيث منبع الطاقة النفط والغاز، وكذلك أيضا عدم التأثير على خطوط الملاحة البحرية الدولية. لكن تأتي مسألة إنهاء الحرب في اليمن مسألة ثانوية في ظل هذه الجهود التي ينشط لأجلها المبعوث الأممي وكذلك المبعوث الأمريكي وسفراء الاتحاد الأوروبي. حتى الآن لا نستطيع أن نرفع السقف بأن الحرب في اليمن ذاهبة إلى التخفيف أو إلى الانتهاء، ولكن نحن نلحظ بأنه مسألة انسحاب السعودية والإمارات أو دول التحالف من الحرب وتخفيض التصعيد بين الدول الإقليمية هو الهدف الأكبر في هذه المفاوضات. يعني هل ترى بأن هذه المفاوضات هي فقط تصب في مصلحة الحوثيين وأطراف التحالف بغض النظر عما ستؤول إليه أو سيؤول إليه الداخل اليمني؟ بالتأكيد هو القضاء أو على الأقل تخفيض المواجهات العابرة للحدود تصب في مصلحة الحوثيين كطرف أول أو كطرف في المواجهة، وكذلك السعودية أو دول التحالف السعودية والإمارات كطرف ثاني، والإيران كطرف أيضا مساعد للحوثيين. هذه هي الأطراف التي تستفيد من هذه الجولات أو من هذه الأنشطة أو الوساطات العمانية وكذلك العراقية والأمريكية والبريطانية، كلها تخفيض التصعيد على المستوى الإقليمي. نعم. لكن ما يحصل على المستوى اليمني إلى الآن لا الهدنة ولا الحرب، لا الهدنة انعكست إيجابا على اليمنيين، فالحرب لا زالت قائمة والحصار لا زال على المدن قائم، وكذلك الحصار الدولي أيضا قائم على المدن الدولية، وكذلك الحروب في مواجهات هنا وهناك لا زالت مستمرة. إذا الدم اليمني لا زال مسكوبا ومسفوحا، بينما اليوم تحفظ أمن وسلامة السعودية ودول التحالف، وكذلك تقريب وجهة النظر أو تخفيض التصعيد ما بين السعودية وإيران تحديدا. طيب كيف ترى دلالات ترحيب مجلس القيادة بالمساعي الدولية الحالية؟ مجلس القيادة ليس له سلطة أو قرار حتى يكون لتصريحاته قيمة، ومسألة الترحيب أؤكد أنه ما لم يكن له مسموحا له بهذا الترحيب لما تكلم، ولكن هو يتحدث في إطار العموميات التي لا تغضب الأطراف المتحكمة في القرار في اليمن وهي السعودية والإمارات، وبالتالي أن يرحب فهو يرحب بما يصب في مصلحة أمن السعودية وخروجها من الحرب والحفاظ على أمنها الإقليمي، لكن ما هو موقفه من تهديد الحوثيين لتصدير النفط والغاز؟ طيب استمرار المواجهات داخل اليمن، ما هو موقفه هذا المجلس القيادي او الرشاد العلمي من الانهيار العمله وكذلك استمرار الحصار على تعز وعلى مارب والمواجهات هنا وهناك، وعلى ايضا تلميح التهديدات المتصاعده من الحوثيين بزيارات تخوم عدن طيب. في قريب من العنب، يعني هي تصريحات في اطار الشكليات التي لا تخرج عن الاهداف المرسومه لصالح طرف خارجي. اذا وصلت فكرتك استاذ العلوم السياسيه في جامعه الحديده الدكتور فيصل الحذيفي، شكرا جزيلا لك.